نجد بينما المركز الرابع ياهو قدوم ياهو زحفة في هذه اللحظات وصول من مرحب مبارك بن سعيد بن محمد الأخيلي، بينما المركز الخامس اللي قادم في هذه اللحظات من غازي، وصل غازي في هذا الانطلاق، يتقدم علي بن ميل الوهيبي، يتقدم بوليو مايل، يتقدم الظاهر عندما قدم لنا مياسة، بينما المركز السابع الله الله هذا هو هملول عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي في هذه اللحظات شعار بن عميره، ولكن المركز الثامن ياهو قدوم هنا في هذا المسار، انتقل مباشرة مع المركز الثامن بلقى هنا القادم، هناك ايضا الذيب عبد الله بن محمد بن حمد المغيري في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع الواصل في هذا الانطلاق هناك المهيب سليمان بن دغاش بن محمد العامري او سالمين بن دغاش بن محمد العامري، والمركز العاشر في هذه اللحظات مبلش عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، هكذا النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمه، ولكن ياهي ياهي اسماء من خلف العشر المراكز الاولى، نعود الى البدايه الاولى، مبلش 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 على المقدمه الاولى على صداره هذا الشوط، هذا هو مبلش عبد الله بن سالم بن طالب الف هيده المري المركز الثاني، وصل وتقدم هياض في هذه اللحظات، محمد بن راشد بن ملاح المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، الشعال الوهباوي المركز الثالث، غازي القادم في هذا الانطلاق، الغازي واصل على المركز الثالث، علي بن ميل الوهيبي اللي مقدم لنا غازي، المركز الرابع الله وصل هناك سياف سالم بن صالح بن علي اليامي اليامي، ما يبنى لطاري الله في هذه اللحظات، تدخلت هذه الاسماء تدخلت هذه الشعارات، اشوف الساعي واشوف هنا شاهين، اشوف شعار بندر بن محمد بن حمد الغفراني المري بدا يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقه زفزاف، ولكن البدايه وين؟ مبلش 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 على المقدمه الاولى، مبلش على الصدارة الأولى، عبد الله بن سالم بن طالب آلف هيده المري يقدم لنا مبلش على المركز الأول هنا في هذه اللحظات، أهالي البطين أهالي البطين مسيطرين كل السيطرة مسيطرين كل السيطرة على المركز الأول هنا، عبد الله بن سالم بن طالب آلف هيده المري، الله يا ابناء عجايب الله يا ابناء عجايب قدفننج عجايب وابناء عجايب محمل على ظهر مبلش على البدايه الاولى، سلام عجايب سلام سلام مبلش سلام، تهانينا والناموس وسلاله مبلش الغنيه عن التعريف، عبد الله بن سالم بن طالب الف هيده المري يحقق الانتصار في جائزه زايد الكبرى، المركز الثاني القادم في هذه الانطلاق وفي هذا المسار غازي علي بن ميل الوهيبي، المركز الثالث هذا هو زفزاف بندر بن محمد بن حمد الغفراني المري، بينما المركز الرابع لحظات وصول وقدوم هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، على المركز ايضا الرابع هناك ايضا سياف وصل في هذه اللحظات سالم بن صالح بن علي اليامي، والمركز الخامس مشاهدينا متابعين الكرام هذا هو هياض محمد براج ملاح المنصوري، اعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، لحظات وصول مبلش عبد الله بن سالم بن طالب الف هيده المري، لحظات وصول الى خط النهايه معلن الفوز والتحدي والانتصار، سلام عجايب وابناء عجايب على هذا الفوز، فوز مبلش هناك ايضا وايضا تحقيقه بنقطه ذهبيه مميزه في عاصمه الميادين بخمسه دقائق 50 ثانيه جزئين من الثانيه، بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب هناك ايضا غازي علي بن ميل الوهيبي، لحظات وصول غازي وتوقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات الانتصار لحظات الشرف لحظات الاعاده، ودائما في الاعاده افاده
خمس دقائق 53 ثانية أربع أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث لحظات وصول من زفزاف بندر بن محمد بن حمد الغفراني المري وتوقيته الزمني للمركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو التوقيت الزمني 5:54 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم من جديد مع تواصل هذه الانطلاقات وهذه التحديات، لننطلق بشوط جديد وبتحدي جديد.